اليوم احنا فرحانين بزاف كوننا كنعيشوا لحظات جميله في الندوه الصحفيه ديال الحي المحمدي كوميدي فيستيفال، وهذه الدوره الاولى ديال هذا الفيستيفال هذا اللي تتنظمه جمعيه اهل الخلود بدعم من مقاطعه الحي المحمدي، هو دعم كامل للمقاطعه، يعني ما كاينش شي محتضن واحد اخر. الوغ هاد الدوره هذه الشعار ديالها هو الكوميك في الحي، يعني الكوميك في الحي المحمدي. كنحاولوا خلال هذه الدوره ان نقبوا على واحد مجموعه كوميديه ديال الشباب باش نفتحوا لهم الطريق نحو الاحترافيه. كيشارك معنا في هذه الدوره مجموعه من الكوميديين اللي معروفين معنا، فهيد معنا، يسير معنا، يسار معنا، الشرقي معنا، صويلح معنا، الزبير معنا، ابو عوده معنا، فتيح معنا، واحد مجموعه كبيره ديال لي كوميديان زوينين. وبطبيعه الحال معنا دي كونديدا مترشحين دراري صغار دي جون اللي غادي نحاولوا نساعدوهم ونفطروهم بمجموعه الورشات اللي غيكونوا على مدى الفيستيفال اللي كيعرف واحد ثلاثه الايام، وغيكون بالمركز الثقافي ديال الحي المحمدي، يعني غدا ان شاء الله الخميس والجمعه والسبت لو 28 لو 29 لو 30 ابتداء من الساعه 8، والدعوه عامه لجميع الناس باش يجيو يضحكوا في الحي المحمدي، والشعار ديالنا هو الكوميك في الحي المحمدي. وبالنسبه للتنشيط يعني كاين شي هذا الحفل واش غيكون فيه فنانه موسيقيين؟ غيكون معنا الفنان الزبيون ديالنا عبد الله الداودي في حفل الاختتام، ويكون التنشيط ديال عبد ربي خلال فقرات الروك ما بين لي كونديدا وما بين الكوميدي المحترفين اللي غيعيشوا معنا لحظات ديال الحي المحمدي كوميدي فيستيفال. وكاين شي تكريم؟ كاين تكريم بطبيعه الحال ديال واحد جوج الرواد ديال المسرح المغربي، ثنائي جميل جدا عاش ليبوك، عرف واحد اللحظات بطبيعه الحال، هما اولاد الحي المحمدي، الثنائي عاجل وفلان بطبيعه الحال، فلان هو اللي ولد الحي المحمدي، وعاجل تنعتبروا حنا راه الحي المحمدي الدار الثانيه ديالهم، فهذا تكريم جميل لواحد الناس اللي عطاوا في مسرح الحي واحد مجموعه ديال الاعمال الكبيره ولقات واحد الصدى كبير، لابد من تكريم داخل الحي المحمدي. الفنان طارق خالدي مدير مهرجان الحي المحمدي كوميدي فيستيفال. اولا هذه الدوره هي الدوره الاولى لهذا المهرجان، مهرجان الحي المحمدي كوميدي فيستيفال، اللي هو من تنظيم جمعيه اهل الخلود وبدعم من مقاطعه الحي المحمدي، اللي كنوجهوا لها الشكر الجزيل على ما قدمته لنا من دعم معنوي ودعم مادي باش ينجح هذا المهرجان في دورته الاولى. المهرجان غادي يعرف مشاركه ديال العديد من النجوم الفكاهيه اللي الان تتسخر بهم الساحه الفنيه. فاليوم الاول اللي هو يوم افتتاح يوم الخميس 28 دجنبير، فغيعرف مشاركه الفنان عبد الخالق فهيد ومشاركه الفنان يسار وكذلك مشاركه الفنان فتيح. اليوم الثاني غيعرف مشاركه الفنان سكيزوفرين رضوان سكيزوفرين ومشاركه الزبير عميمي ومشاركه احمد بو عوده. وفي اليوم الثالث اللي هو حفل الاختتام غيكون مشاركه ديال الفنان احمد الشرقي والفنان صويلح وكذلك الفنان البصل. خلال طيلة أيام المهرجان هناك مسابقة اللي كان تم الكاستينغ ديالها أيام 7 و8 دجنبير بالمركب الثقافي الحي المحمدي، اللي عرف مشاركة ديال أزيد من 200 مشارك من جميع المغربية، وتم انتقاء من خلالهم 12 موهبة اللي غتكون معنا ايام المهرجان. هذه المواهب 12 اللي غتشارك امام لجنه التحكيم اللي كتكون من المخرجه فاطمه الجبيع والفنان سعد سولي والفنان عبد الخالق فهيد، اللي غينتقيو متوج او عريس الدوره اللي غيتوج بها الدوره الاولى. كذلك المهرجان غيعرف تنظيم ورشات للتكوين، ورشه مع الاطار والفنان شعيب كراكشي، وورشه مع الاستاذ بشعير صياد، وورشه مع المخرجه فاطمه الجابيع. كذلك هناك حفل تكريم اللي كنكرسوا به ثقافه الاعتراف بما ازداه الفنانين من خدمات جليله للفن المغربي خاصه ولابناء الحي المحمدي عامه. كذلك هما ثنائي عاجل وفلان، هذا الثنائي اللي عطاو الشيء الكثير للحي المحمدي، فالتقينا ان الدوره تكون تعرف تكريم ديالهم. وكذلك في هذا اليوم حفل الاختتام هناك حفل فني مع الأسطورة الأغنية الشعبية عبد الله الداودي، وكنوجه دعوة للجمهور الحي المحمدي أو جمهور الكازاوي عامة اللي بغى يحضر في هذا المهرجان، اللي توجه لمقاطعة الحي المحمدي قسم الشؤون الثقافية وتما غياخذ الدعوة ديالو. أول حاجة أنا فرحان بزاف بالفيستيفال ديال الحي المحمدي للفكاهة،
لانه مصايبينو دي جون بحالي وطاقات ديال الحي المحمدي اللي كتشرفنا برا الحي المحمدي كتشرفنا وكنتمنى لهم التوفيق وشكرا لهم حيت فكروا في لي جون ديال الحي المحمدي اللي خصهم بصح التفاته ماشي غير من ولاد الحي المحمدي خصهم التفاته من بلايص اخرى حيت عندهم بزاف ديال لي كاليتي خاصهم يخرجوا وشكرا للناس المنظمين حيت فكروا في جوج ديال الاهرام الفكاهه في المغرب اللي هما عجيل فلان ملي كيجي الاعتراف من ولاد الحي المحمدي كتكون عندها طعم اخر حيت ديما تنقولوا مطرب الحي لا يطرب ولكن في هذا الفيستيفال ولد الحي المحمدي تكرم في الحي المحمدي هذه شرف لينا وكيبقى من احسن التكريمات اللي دازوا في الحياه ديال فلان لانه تكرم في الحي المحمدي شكرا لهم كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله نحضروا بزاف ديال الدورات ان شاء الله ونشوفوا فكاهيين يوليو معروفين في هذه البلاد وتكون البدايه ديالهم من الحي المحمدي هذا هو اللي كاين لان ولات عندنا واحد المعاناه كثيره حنا الفكاهيين وكنتمنوا الله ان الجمهور غدا ان شاء الله وبعده يعني الخميس والجمعه والسبت يجي مركب ثقافي الحي المحمدي علاش لانه عرس فني ولاد الحي المحمدي غيكون مطلوب منهم انهم يدوبلوا المجهود والضيوف ديالنا الفكاهيين حتى هما غيجيو ولكن اللي مطلوب ان الجمهور وانه يدوب التشجيع باش تبقى الفكاهه والفن في الحي المحمدي لانه هو المناره ديال الفن نجوم نطلقوا من الحي المحمدي وباقي في الحي المحمدي اليوم الحي المحمدي كياكد انه مازال محطه من المحطات الفنيه في المغرب كنتمنوا اننا نكونوا عند حسن ظن الجمهور والدعوه الاولى والاخيره ان الجمهور يجيب كثافه لا لشيء لنصره الفن والفنانين لا في المغرب وخصوصا في الحي المحمدي لانه كاين الجديد وكنوعد من الجمهور انه غتكون فرجه جميله جدا بشجاعاتهم تصفيقاتهم وكنشكروا الصحافه اللي كتواكب هذا الحدث الفني الجميل جدا وكنتمنوا لها مسيره موفقه كنشكر كاع المنابر كلها بدون استثناء كنشكر كذلك الفنانين والناس اللي ناضلوا وتقاتلوا باش يصوبوا لنا هذا العرس الثقافي الفني وشكرا للجمهور الكريم وشكرا للمواقع الالكترونيه والصحافه المكتوبه والمرئيه والمسموعه شكرا للجمهور المغربي الدوار النكته والمعنى الهادف لان الفكاهه المغربيه هي اللي بيني وبينكم مع هذه المشاكل راه الا ما ضحكناش ما كاين والو اذا الدواء ديالنا باش نفوجوا على راسنا هو الضحك واجيو ضحكوا في مهرجان ديال الحي المحمدي فاطمه الجابيع مخرجه التواجد ديالي في هذه التظاهره كعضو في لجنه التحكيم وهذا شرف لي كبير انني نحضر مع شباب ونشوف تطلعاتهم واللي جميل بزاف هذا الوجود ديالي اليوم مع الناس هو انني انا بدايتي واخا انا بنت المدينه بدايتي وانا عندي 12 عام كانت في الحي محمدي دونك بالنسبه لي انا كنسترجع واحد الطفوله اللي بديتها هنا في الحي محمدي دار الشباب وانا سعيده لانني موجوده الان معهم وغادي نشوف الناس اللي كنتمنى لهم انهم حتى هما يكون عندهم افاق ويكون عندهم تطلعات جميله للمستقبل. نعم وبالنسبه لتي غتكوني في لجنه التحكيم شنو الاتسامات ديال بحال التحكيم يعني غتكوني انا دابا كاينه كعضو في لجنه التحكيم وكنتمنى اننا نلقاو شباب يرفعوا المشعل ويكملوا المسيره ديال كاع الفنانين اللي بداو قبلنا. نعم مساء الخير معكم زياد عبد المولى كاتب مسرحي ومخرج ورئيس جمعيه الاذاعات البلاديه للتربيه والثقافه في المغرب. انا جيت سعيد بتواجدي في هذا الفيستيفال ديال ضعيك اللي يتقام بالحي المحمدي لاول مره. الحي المحمدي له تاريخ عريق في هذا المجال الفني لا شيء جديد عليه فهذه التجربه مجموعه من الفنانين المتميزين في مجال الكوميديا طبعا تحال اطار الحي المحمدي اللي كتبقى على طاقات فنيه كبيره له تاريخ عريق في هذا المجال انجب فنانين كبار من العيار الثقيل سواء في التمثيل المسرح الغناء بناء الجيل يرفع عليكم الديوان وغيرهم من الجائر شاهد وغيرهم فهذا الحي كنديبة هو مشتل للفنون والابداع بصفه عامه بطبيعه الحال هذا المهرجان حقيقه
جاني انا يستحق هذا الحي هذا لانه هو اولى به، لان البدايه اعطى نفس فنانين كبار باقي طاقه شابه يمكن لا تبدع تكون خير خلف خير سلف، يعني لك الخلف عطى ابداع فهذا السلف الثاني عاوتاني هذا الجيل الجديد له كثير ما يقول اذا مشى على الطريقه اللي مشوا عليها الاجداد والاباء ديالنا في المجال الفني في الحي المحمدي. حقيقه المهرجان غادي يعطي فرصه للشباب باش يبدعوا سيما في المجال الكوميديا، الضحك الكوميديا الهادفه التي تنتقد الظواهر الاجتماعيه في المجتمع، انا تصلح ماشي الضحك من اجل الضحك المجاني، الضحك لهدف اصلاح المجتمع، اصلاح العيوب ديال المجتمع، وبالتالي تعطينا مجتمع نظيف نظيف واعي فنان مبدع. هذه باختصار التصور ديالي، الحقيقه انا اعجبت بهذا التنظيم ديالو واللي نمشي من عليه بحال الجماعه الحي المحمدي والفنانين وهذا الخوضي والسولي كلهم فنانين اللي عطاو البصمه ديالهم كذلك من الجيل الجديد في هذا المجال الفني، خاصه الحي المحمدي اللي كيحتضن جماعه كبيره من الفنانين، وغنذكر لك الاسماء ديالهم كلهم يمكن تكملهم ان كثار قديما وحديثا وله يتبع له مستقبل كبير في هذا المجال الفني. بالنسبه للتكريم اللي غيحظوا به الفنانين بالفعل كان اختيار موفق لتكريم الفنانين لانهم اباء ديال هذا الحي هذا اللي هما سما عاجل وفلان، فما يمكنش نذكروا عاجل وفلان ما نذكروش مصلح الحي التاريخ العريق ديال المجيد اللي اعطى دفعه شحنه كبيره للمسرح المغربي ايام ازدهار بدايه الاولى للمسرح المغربي، هذو كانوا هما اللبنة اللي بنوا اللي عليها موضوع الاساس ديال هذا الفن المسرحي هذا الحي، وجاو الجيل الجديد اللي يمشيو على المنوال ديالهم ان شاء الله كنتمنى نقول لهم نجاح كبير في المستقبل ونذوب الحي يرجعوا الامجد ديالو اللي كان في الماضي، ما نبقاوش نقولوا كان الحي المحمدي، نقولوا سيكون الحي المحمدي وهو كائن ان شاء الله في المستقبل. بالنسبه لك بالمناسبه ديال راس السنه وبهذه المناسبة رأس السنة الجديدة إن شاء الله كنتمنى تدخل على الفن والفنانين النجاح والتوفيق والازدهار ويتحققوا حقوا الأحلام ديالهم هذه السنة إن شاء الله 18 اللي تكون سنة تحقيق الحلم الفني لجميع الفنانين الشباب، ونتمنوا كذلك الشفاء جميع الفنانين اللي كيعانيوا من المرض، ونتمنوا نشوفوهم في حلة جديدة، وكما ذلك الوقت نترحموا على اللي فقدناهم كذلك ان خلوا المكانه ديالهم ويبقوا ديما في الذاكره ديالنا راسخين عايشين معنا خالدين معنا مدى الحياه. شكرا لك، شكرا بزاف. العفو سي ما هو الجديد في المسيره ديالك الفنيه ان شاء الله؟ في الحقيقه كمخرج وممثل وكاتب كاين اعمال كثيره الحمد لله، كاين اعمال كثيره على مستوى سيناريو في السينما، على مستوى كتابه كتب بعض المؤلفات، كاين كذلك واحد التجربه مسرح الطب كتابات مسرحيات الاطفال من جملتهم مسرحيات اللي كان هي ادبا مسرحيات ابن بطوطه، ابن بطوطه الرحاله الكبير الاطفال، كذلك كاين كتاب كذلك في طور الانجاز ان شاء الله قريب خاص بادب الرحلات كيقوم واحد مجموعه الرحلات في اوروبا وفي افريقيا اللي قمت بها دونت كتاب باش نعطي الشباب كيفاش يمكن لهم يكونوا رحلات نوجههم يتعرضوا على البلدان كنسهل الامور الى الشباب اللي بغا يعملوا رحله، وهذا كنفتح له المجال الكتاب يلقى كل ما يعطي اليه. باختصار كذلك كاينه الجمعيه ديالنا اذاعه بلادي كتقوم كانت السنه الماضيه قامت في الحي المحمدي بتكريم عاجل تكريم جوستو ظهور وكذلك عملنا مهرجان اول للمسرح الفردي. الدورة الثانية كانت هنايا كذلك في المحمدي وكانت ناجحة. الفنية ما تكونش ناجحة لأن الميدان فيه خصب فيه الفن فيه التربة تعطي النتيجة ديالها، واللي كيوصل للحي المحمدي لابد ما يبدع لابد ما يخرج للوجود. السلام عليكم، الاسم ديالي أسماء بن زكور ممثلة. أنا جد سعيدة وجد فرحانة أنني كنت تواجد في هذا المهرجان ضحك بالحي المحمدي.
انا فرحانه بزاف ومن هذا المنبر انني كنحيي وكنشكر جمعيه الان خلود ومقاطعه الحي المحمدي على هذا المهرجان الرائع اللي خلى الوليدات انهم كلهم انه يكونوا ناشطين وفرحانين بهذا المهرجان. هذا انا كنعتبره يعني مولود جديد، يعني وداد الحي المحمدي محتاجين هذه المهرجانات بحال هكذا. بالخصوص يعني ملي شفت اصدقاء ديالي الفنانين والكوميديين يعني في هذا المهرجان انا فرحانه بزاف، يعني قلال بحال المهرجانات هذو، وبالخصوص يعني ملي كاين تكريم ديال الفنانين الثنائي ديال عاجل فلان اللي كتقول عاجل فلان راه الثنائي الاوائل اللي كانوا يعني في الحي المحمدي. كنتمنى ان شاء الله من هذا المنبر انهم يرجع يعني مسرح الحي اللي باش نستمتعوا بهم اكثر والاجيال الصاعده هما يستمتعوا بهم. ومع المناسبه اننا غادي نحتفلوا بنوال اللي هو كنقول لكم سنه سعيده 2018، الله يجعلها تدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله كل ما كنتمنوا. غادي نختتموا مع يعني مع المهرجان، يعني هذا راه بادره طيبه. والجديد ديالك فيما يخص الاعمال ديالك؟ الجديد ديالي هو ان شاء الله كاين وعود كثيره، ولكن ديجا صورت يعني فيلم سينمائي مع محمد كغاط، وشاركت يعني فيلم مع مخرجه فرنسيه مغربيه، فيلم مهم يعني في الفيلم. زواج البكري زوين. بصح زواج ديال البكري بنين. داي قلت الزواج ديال البكري كانت فيه البركه. كتلقى الراجل والمراه كانوا محابين مع بعضياتهم. كانوا متفاهمين. مواتين. موالمين. كتلقى المراه مسكينه كتفيق مع الصباح. اش دراري في ظهرها؟ كتمشي للزريبه كتشطبها. كتنكس. كتمشي للكشينه. طيب واحد الطرح ديال البطبور. طرح ديال البغرير. تعمر واحد البراتين. الله فيك شعرهم شعبي. مع مغازل تشوج وكيشدوا داك القالون ديال السمن. كيجبد السمن كيديروا في البطبور. مسكينه المراه كتلعى على داك السمن كتمسحو كتقولي كول الحاج كول. كول الحاج. سمشوره. سمشوره لانه هو ثنائي الفرده. ثنائي الفرده جات من مصطلح الفرده اللي كيطالق في الزنقه بزاف. كتسمع الفرده بزاف، الفرده كتعني هي صاحبي، هي الصديق ديالي هو الرفيق. بالمصطلح 2018 ان شاء الله تختارت ثنائي الفرده من احنا بغينا فيما تقال ديك الفرده يتفكروا واحد الثنائي ديال الحي المحمدي سميتهم الفرده، اللي هما غيخليو ان شاء الله البصمه ديالهم في الحي المحمدي. ونتمنى من الله فيما تذكر ديك الاسم ديال الفرده نكونوا حنا في الذهن ديال الاشخاص الاخرين. الاسم ديال ثنائي الفرده هي اقترح علينا الاستاذ ديالنا اللي هو الاستاذ احمد بوعوده غني عن التعريف، كنشكرو من هذا المنبر اللي عطانا الكثير والكثير وحفزنا باش ندوزو في هذا الكاستينغ، وباقي كيعاون فينا باش نقدموا كل ما في جهدنا في النهائيات، وكنطمحوا لحوايج اخرين مثل ستاند اب ان شاء الله ندفعوا ليه، ومهرجانات جايين ان شاء الله، وكنتمنوا التوفيق لجميع الكونديدات اللي كاينين معنا. بالنسبه لكم انتم هاد الكاستينغ اللي دوزتوا شنو المرحله اللي الرتبه اللي حصلتوها؟ هي الرتبه الاولى، الرتبه الاولى اللي حصلت لنا في هذا المهرجان. ايوه بالنسبه للجمهور بغى يعرف الاسم الحقيقي ديالك. الاسم الحقيقي ديالي هو اشرف المحيل، الصديق ديالي هو المهدي عكاري. وحنا راه من الصغر كنعرفوا بعضياتنا. انتم ابناء الحي. ابناء الحي المحمدي، ابناء كارين سنترا اللي هو خرج جميع المواهب من كره القدم، ناس الغيوان من الحي المحمدي، المشاهب، جميع المواهب بلا ما نبقاو نجبدوا. واش كتمنوا انتم في هذه اللائحه اللي زوينا؟ يعني واش كتمنوا؟ احنا دابا ربحنا. الحاله ربحنا. ملي دزنا النهائيات كنحمد الله وكنشكر. والرباح ديالنا. غنحطوا كل ما في جهدنا باش نرضيو الجمهور اللي غيجي يتفرج ونرضيو لجنه التحكيم. نجيبوا اللقب ان شاء الله اللي يكون الحي في الحي محمد. ان شاء الله. احنا كنتمناو اللقب يبقى في الحي المحمدي، كاستينغ داز في الحي المحمدي ونتمناو اللقب يبقى في الحي المحمدي ان شاء الله. الكبير حزيران.
مغربي ممثل ومنشط إذاعي براديو أصوات برنامج ولاد البلاد من 4-6 ديال العشية يوميا على أثير إذاعة أصوات. ألو الفيستيفال ديال الحي المحمدي اللي سميتو كازا أو الحي المحمدي كوميدي اللي كيدار أول مرة في منطقة الحي المحمدي، يعني كانوا مهرجانات أخرين في مدن أخرى ولكن نحن نختلف. شنو هو الاختلاف بيننا وبين المهرجان؟ هو هذا كدار فيه أن كاستينغ أو دي جون طالون من الحي المحمدي. صراحة لا أخفيكم القول، حنا كنا معولين غير وليدات الحي المحمد، فإذا بينا كنتفاجئوا الناس كتجي من مختلف مناطق المملكة المغربية وجاو ساهموا وشاركوا دازوا قدام اللجنة ديال الانتقاء اللي صعبت عليهم أنهم يعزلوا من أكثر من 200 مشارك ومشاركة. 12 واحد، ها 12 واحد تعزلات، الفلسفة ديالها هو التجانس ما بين جيلين، الجيل القديم والجيل ديال دابا، يعني الفكاهية المعروفين مثل الحجم مثلا نقول لك معروفين يسار وصويلاح وعبد الخالق فهيد، يعني شويه من العيار الثقيل دابا ديال الاسماء ديالهم غادي داك لي جون يكونوا معاهم باش الا ربح الدرع ولا ما ربحوش كيقول لك على الاقل انا وصلت اقصائيات وساهمت وشاركت الى جانب فنان كذا وكذا. والدودي حيا لنا الحفل، عبد الله الدودي الفنان الشعبي اللي مشكور من هذا المنبر حيا لنا الحفل الى غير ذلك. هذه هي الفلسفه وهي الثقافه اللي كنتميزوا بها على باقي المهرجانات. كذلك شفنا اننا من الاعمده ديال الناس اللي خلقوا الفرجه والفكاهه ماشي في الحي، في المغرب كامل وخارج المغرب، هو مسرح الحي اللي كيتجسد الفنانين عاجل عبد الاله وحسن فولان. هاد الفنانين هادو تعينا تكريمهم لما قدموا من خدمات كبيره للمسرح. مع الاسف هذيك الفرقه ما بقاتش ولكن كل واحد فيهم خدا طريقه وراهم غاديين مزيان. بغينا ثاني واحد عاجل اخر، واحد فولان اخر، واحد مسرح حي اخر اللي حتى هو يبان لنا في هذا المهرجان ويظهر. لذلك درنا بجانب السهرات والحفلات ديال التباري كاين لي ماستر كلاس اللي هما ورشات ديال التكوين فنون دراميه في الارتجال في الفكاهه في الفن الى غير ذلك من الاشياء. الا كانت 2017 في الاواخر ديالها وهذا صدفه جميله واختاريناها باش يكون هذا المهرجان، خرجت لنا مجموعه من الفكاهيين الشباب اللي القدره ديالهم كي 12. نتمنى في 2018 في دوره ثانيه نلتقي فيها تلقى يكون العدد ديالهم مضوبل ان شاء الله 24.